السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري في مرة في جلسة مع السيدة ربيعة العدوية فبيقول: اللهم ارض عني. فقالت له: أما تستحي من الله؟ فانتظر كده، فقالت له: كيف يرضى عنك وأنت عنه غير راض؟ فقال: استغفر الله العظيم. سبحان الله. فهل فعلا احنا يعني راضين عن الله، راضين عن كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها لنا عشان هو يرضى عنا؟ لأن رضي الله عنهم ورضوا عنا. اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم إنا نسألك رضا رضا لا سخط بعده يا أرحم الراحمين. رضاك والجنة، رضاك يا أرحم الراحمين بنا، رضاك عنا دائما أبدا. هذا المقام الحقيقة هو فعلا زي ما بيقول العارفين، هو باب الله الأعظم اللي منه الإنسان بيحس فعلا براحة وبحس بأنس. يا سلام لما الإنسان كده يتأمل ويبقى في خلوة مع الله ويبتدي يقول له: يا حبيبي يا ربي أنا راضي. ياه، هيحس بإحساس جميل فعلا، هيحس بنعمة. يعني زي ما بيقولوا الجماعة العارفين: يا من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فعلا لما الإنسان يحس بهذا الإحساس بالصدق وعن يقين إنه فعلا راضي وإنه حابب فعلا قضاء الله في كل حياته، يعني وأي شيء يحصل له يبقى يا إما إذا كانت فعلا نعمة يبقى شاكر، وإذا كان ابتلاء يبقى صابر، لأنه هو ده جناح الإيمان. جناح الإيمان يعني اللي هو كالطائر، أحد جناحيه الصبر وأحد جناحيه الشكر، يعني الرضا والخوف من يعني سبحان الله بأنه يعصي الله سبحانه وتعالى. فياريت احنا كلنا نتذوق هذا المعنى الجميل الراقي ونرتقب أحاسيسنا. حالة الرضا دي هتخلينا في تسامح، هتخلينا يعني متوكلين على الله، متوكلين على الله. حق التوكل ان احنا بناخد بالاسباب، ان احنا نشتغل وان احنا ننتج وان احنا نحب بعض وان احنا نتآلف مع بعض، لسبب ان احنا هنحس ان كل ما في الكون وكل ما يدبره الله لنا هو فيه الخير. هنعمل ونشتغل ونحس فعلا ان الرزاق هو الله، ان الباسط هو الله، ان ربنا سبحانه وتعالى هو المنعم علينا، هو المطلع على السرائر، هو اللي بالدعاء يستجيب الدعاء، هو إن شاء الله اللي يعني يمنحنا هذا المقام الجميل يعني بتوكلنا على الله حق التوكل وبرضانا عما يقدره لنا الله سبحانه وتعالى، ونحس بمقام الرضا الجميل ونحس بالأنس النفسي وبالراحة النفسية ونشتغل مع الشغل ده. سبحان الله، هو ده أكبر دليل، لأن ربنا دايما حتى في القرآن يعني: يا أيها الذين آمنوا، دايما الإيمان مقترن بالعمل الصالح. يعني كل الآيات كلها لما تتكلم وتنادي المؤمنين تناديهم بعملهم الصالح وبجهدهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يثيب عليهم في الدنيا والآخرة. وحتى لما بنتقن عملنا برضو فلإحساسنا بمقام الإحسان، إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا وإنه شايفنا وإن إحنا فعلا حاسين بنظرة الله سبحانه وتعالى لنا، فنرضى ونعيش في هذا الإحساس الجميل الطيب اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا وعلى أسرنا وعلى مجتمعنا وعلى شعبنا، إن إحنا نبقى راضيين بعد ما خلاص ما بنبذل الجهد وبعد ما خلاص ما بنوصل لقرار، نبقى خلاص قدر الله ما شاء فعل. فإن شاء الله ربنا يقدر لنا الخير ويعن على الخير ويعن على الطاعة، وننعم جميعا بهذا المقام الجميل، مقام الرضا. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين برحمتك وإحسانك، فإنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نلتقي بعد ونكمل هذا الحديث.
الحقيقة في أكيد روشتة للرضا مع النفس ومع الأسرة ومع المجتمع. فطبعا أنا حاسة أن أستاذتنا الدكتورة أمنة نصير هتكلمنا فعلا في الروشتة اللي ممكن نتناولها كده عشان خاطر ننعم بنعمة الرضا. أهلا وسهلا يا أستاذتنا. أهلا بيك أست كل. أهلا بيك وما أحلى ما اخترتي ألا وهو الرضا. نعم نعم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعتبر الرضا ده نعمة من الله سبحانه وتعالى أن نتعلم الرضا في الغضب وفي الرضا. وإذا تغلب الرضا على النفس المطمئنة سارت الحياة بنوع من المصالحة النفسية. جميل. مع نفس الإنسان مع من حوله ويكون في حالة من السكون ينعكس على الوجه وينعكس على الجسد وينعكس على التفكير القويم وينعكس على من حوله يكون بردا وسلاما على كل من يحيطون به. ولولا الرضا يا حجة لأصبحنا في هذه الآونة بالذات لانغلقت الحياة أمام أنفسنا. إنما نرضى. وأنا دايما أقول للإنسان اللي لقيه غضوب رغم أن أنا ساعات ببقى غضوبة ولكن أراجع نفسي سريعا وأقول اللهم ارضيني ورضيني. آمين. بما تقدره يا رب العالمين. آمين آمين. صدقيني هذا الدعاء أحس كأنه بردا وسلاما. أيوه. ينزل على قلبي وعلى نفسي. أيوه. عندما أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأدعو هذا الدعاء. الله أكبر. يعني حضرتك عايشة دلوقتي فعلا في بتحس كده بالرضا ويعني قانعة وراضية إن شاء الله؟ لا. حلو سؤالك ده. هناك فارق دقيق ما بين الرضا على الضيم أو على النيل من الكرامة. لا طبعا. أو على مسار. ده مش رضا. لا ده ميبقاش رضا. ده يبقى ضعف وخنوع. تمام. وسؤال حضرتك ده رائع يجعلني أضع فارق دقيق ما بين الرضا لما يقدره الله ويرضاه لي. أيوة. وما بين عدم الخنوع الذي يذل النفس البشرية التي كرم الله الإنسان في البر والبحر. تمام. فشتان ما بين رضا ما قدره الله وارتضاه لي وما بين رضا لأنني أنكسر لإنسان مثلي. وعشان كده دايما أقول إن التوحيد أعظم قيمة. التوحيد لله المنفرد المتفرد بالخير والشر للإنسان وللكون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين طبعا. نعم. فتحرير الإنسان من أننا أخنع لأخي الإنسان لأنه هو الذي ينفعني أو هو الذي يستطيع أن يضرني أو هو الذي يملك نواصية أمري. لا نافع هو الله. هذا مرفوض. إنما الرضا بما بل بالعكس أنا قبل ما أنزل للرضا لله إن أنا الرضا بهذا الهوان هذا إهانة. إهانة للنفس البشرية وللإنسان المكرم في البر والبحر. تمام. إنما الرضا الذي يعطيني السكينة. ويعطيني السكون. ويعطيني بمعنى آخر. أننا إذا أراد أن إنسان أن يعد نعمة الله لا يحصيها أبدا. تمام. فإنما عندما أنظر أنني ابتليت في أمر ما. أيوة. لكن أقول اللهم لك الحمد. الحمد لله. أنت رضيتني في ألف حاجة وحاجة. أيوة. فإذا سحبت مني أمر هنا ده اللي أقصده بالرضا. أيوة. بيعطي الإنسان حتى القرار السليم والسديد لما يبقى إنسان عنده حالة رضا فبيقدر يحكم على الأشياء حكم سليم وصحيح. هيبقى هادئ النفس والنفس الهادئة. أيوة. يعطي توازن للعقل. أيوة. ويبعده. أيوة. عن الشطط. أيوة. لأن العقل في حالة الانفعال يشطط. أيوة. ولذلك أنا أتمنى في المرحلة القادمة أننا نعقل الأمور.
أيوه. وتحسب بالشكل الجيد يا رب، وأن ننظر إلى الأهم الأكبر لمصر يا رب. ولذلك عندما أقول لها سلمتي يا مصر، سلمتي يا مصر، سلمتي يا مصر من أنانيتنا، أيوة سلمتي يا مصر من غضبنا الأرعن، سلمتي يا مصر، وخاصة نحن في هذه الآونة الغضب الأرعن البعيد عن الحكمة البعيد عن عقال العقل، أجد بكل أسف يعني ينسحب على الساحة بشكل يخيفني كثيرا. أيوه. على سلامة البلد. سلم الله مصر وسلمنا جميعا إن شاء الله، وأمدك إن شاء الله بالعفو والعافية أستاذتنا، جزاك الله كل خير الحقيقة. معانا دلوقتي الأستاذ محمد عبد، فضيلة الشيخ محمد عبد الباعث، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ محمد عبد الباعث، أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. نتحدث الحقيقة عن الرضا والقناعة، فحضرتك تقدر تقول لنا إيه بالظبط في هذا الوقت في اللي بتمر بيه البلاد، كيف يشعر الإنسان فعلا بنعمة الرضا والقناعة حتى يتخذ القرار السليم ويأتنس كده بما حوله؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا شك أن الرضا عن الله سبحانه وتعالى يمثل قيمة عظيمة في حياة الإنسان بل في حياة الشعوب، سيما في مثل هذه الأزمات التي تمر بها أمتنا، وهو يعد من آثار التوكل على الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، ومن نتائج الثقة بموعوده جل جلاله في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. ولذلك كان لهذا الرضا عن الله سبحانه وتعالى الأثر في استقرار الإنسان أو استقرار الحالة النفسية، استقرار النفسي يعني، استقرار الحالة النفسية، نعم. أي. وتجنيب الإنسان تلك الويلات أو تلك الأزمات النفسية والأزمات الصحية أيضا. أيوه. ربما يتعرض الإنسان من خلال سخطه أو رفضه للواقع أو عدم رضائه، ربما يتعرض لأزمات نفسية وربما يتعرض لأزمات صحية، قد تصيبه بعض الأمراض المزمنة نتيجة لسخطه أو عدم رضاه عن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يحمل الإنسان على الرضا هو علمه بأن ما يجري في هذا الوجود إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، بقدر الله، ونعم، ولا ينفك عن حكمة، حتى وإن غابت هذه الحكمة عن نظر الإنسان فكما قلت في لقاء سابق، ربما يعني تأتيك البصيرة بما لا تشاهده في العيان. يعني من الممكن أن يرى الإنسان ببصيرته ما لا يدركه ببصره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لهذه الأمة ولكل من أراد الاقتداء به في مثل هذه المواقف. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه المواقف بالتمرد، وإنما كان يعالجها بالحلم والروية والأناة والتفكر، بل وحسن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا في مثل هذه الظروف التي تمر بها أمتنا، ما أحوجنا إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى وإلى طرح همومنا في بابه جل جلاله، كما قال سبحانه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، أي لعل الحكمة من مثل أو في مثل هذه الأزمات أن يرى الله سبحانه وتعالى استكانة العبد إليه واطراحه في بابه جل جلاله. وانظري إلى جمال الالتفات في الآية حيث قال سبحانه فما استكانوا لربهم، ولم يقل بمقتضى أسلوب التكلم فما استكانوا لنا، أي، بل قال فما استكانوا لربهم، سبحان الله. ذكر الربوبية مع الإضافة في قوله ربهم يشعر
في كمال عنايته سبحانه وتعالى بالعبد، أي أن الاستكانة ليست في باب إنسان أو في باب مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هي استكانة في باب من لا يخاف الكون، بل هي استكانة في باب من هو على كل شيء قدير، من يملك الأمور كلها، فلا يقع في الملك ولا في الملكوت إلا ما يريد، يعني التسليم لله سبحانه وتعالى. نعم، لو علم الإنسان هذا لأسلم وجهه لله، ولا شك أن إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى هو حقيقة العبودية. تمام. حقيقة العبودية، لأن العبودية لا تنحصر في جانب أداء الإنسان لتكاليف الإسلام وشرائعه، وإنما هناك جانب آخر وهو التسليم لله والرضا عن الله والسكون تحت مجاري أقداره غير شاك ولا باك. فما نراه اليوم من هذا التمرد ومن هذا الخروج ومن هذه الفوضى التي ضربت بأطنابها في المجتمع، والتي كان من آثارها ما نرى من هذا التشتت ومن هذا الانقسام ومن هذا التفرق أو التمزق لوحدة الشعب الواحد، ما نراه من هذه الآثار إنما هو نتيجة حتمية لما نحن فيه من هذا السخط أو عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. الرضا عن الله كلمة عظيمة، حتى لو قالها الإنسان بلسانه فإنها تعطيه الأجر والثواب، النتيجة العظيمة. يعني ليس الأمر أو ليس الشأن محصورا في أن يتحقق الإنسان بالرضا، وإنما الشأن أيضا في أن يقولها الإنسان دائما بلسانه ليعين النفس على الصبر على لأواء الحياة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. يقول من قال، ولم يقل كما في حديث العباس بن عبد المطلب، هناك حديث آخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان اللي هو من هو؟ من رضي بالله. فهذه حكاية للحال. أما قوله من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله، فهنا هذا الأثر نتيجة للقول، أي لو أن الإنسان قال هذا بلسانه لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلى صدقه فيلهمه الصبر ويلهمه الرضا عن الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواقف التي تدع الحليم حيران. وللأسف الشديد، يعني أنا عندما أنظر إلى حال الأمة اليوم أو إلى حال المسلمين بخاصة، ثم أنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، يصيبني شيء من الدهش عندما أنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الحديث الوارد في صحيح مسلم عن المستورد القرشي أنه قال لعمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص للمستورد القرشي: أبصر ما تقول. فقال: قلت ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربعة. هذا الكلام موجود في صحيح مسلم، إن فيهم أي في الروم، الروم فيهم خصال أربعة. إيه هي الخصال؟ قال: أحلم الناس عند فتنة. إلى واقعنا وإلى هذه وإلى هذه الخلال وإلى هذه الصفات التي كان لهم بها الارتقاء، وكان لهم التقدم، وكان لهم بها التحضر، وكان لهم بها مجاوزة الأزمات، اجتياز الأزمات، أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إثاقة بعد مصيبة، وأوشكهم أي أقربهم كرة بعد فرة، ثم الرابعة يقول: وخيرهم، أي هم خير لمسكينهم ولضعيفهم ويتيمهم، ثم قال: وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. هذه الخصال والله لو توفرت لنا نحن المسلمين لا تجاوزنا كل هذه الأزمات من غير أن يصيبنا شيء من هذه السلبيات التي تعاني منها أمتنا ويعاني منها شعبنا في هذه الأوقات.
الراهنة وفي هذه الحالة هي فينا إن شاء الله، فينا الحلم وفينا الصبر وفينا التوكل إن شاء الله، وفينا يعني الأخذ بالأسباب إن شاء الله، وفينا نعمة الرضا. فإن شاء الله كده نكمل معاكم، ونشكر شيخنا جزاك الله خيرا، نكمل معاكم إن شاء الله ونشوف رسائلكم. احنا الحقيقة بنتكلم عن هذه النعمة عشان يعني نحس بس كده مع بعضنا بهذه النعمة، برضا ربنا علينا وعلى شعبنا، وان ربنا بيقدر لنا الخير. هذا لا يتنافى اطلاقا مع اننا نعمل وناخد بالاسباب ونصح امور يجب ان تصحح، ويعني ده مش اعتراض اطلاقا، ولكن زي ما بقول احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نجمع بين الحسنيين، بالنعمة الرضا والتوكل والأخذ بالأسباب وطاعة الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. هنشوف رأي الست أمينة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا حبيبتي، أهلا بيك. أنا بس عايزة أوجه رسالة من خلال البرنامج الجميل ده، إن للأمهات اللي بيربوا لسه الأطفال، اللي بادئين يربوا النشء اللي جاي إن شاء الله، أيوة، إحنا نحاول نغرس في أطفالنا من دلوقتي ابتداء من سن سنتين، لأن ده السن اللي بنبدأ فيه نتعامل إزاي مع الطفل ويستجيب لينا، نغرس فيهم الصفات الحلوة اللي حضرتك قلت عليها دي، بالذات القناعة والرضا. يعني دول الصفاتين اللي أبدأ أغرزهم، بحيث إن الطفل لما يكبر تبقى الأم ساعدته في إنه ما يكتسبهاش لما يكبر، لأنها تبقى صعبة. لما يبقى القناعة والرضا من صغره هيبقى انسان ناجح بعد كده في المستقبل، او انسانه ناجحه. لكن تبتدي من اللعبه اللي بيبقى ماسكها وبيبص على غيره، لا انا عايز زي دي، انا عايز زي دي. فتبدا من هنا ان لازم الطفل يكون راضي وقنوع في اي حاجه. بالعكس الثاني، الطفل اللي ما بيبقاش راضي، الام مربياها على كده، على الحقد وعدم الرضا وعدم القناعه، ده لما بيكبر يا سبحان الله ما بيقدرش اصلا، يعني بيروض نفسه من جديد ان هي تتقبل الموضوع ده. فاللي كبر بقى سبحانه وتعالى الطبع، طبعا في ناس بتقول لك الطبع يغلب التطبع، وده حاجه غلط تماما، يعني ليس له اساس من الصحه. الانسان يقدر يروض نفسه ان هي تبقى قنوعه وراضيه ويعيش سعيد. نفس الوقت ممكن ما يروضهاش ويعيش تعيس. فالامهات يا ريت يعني يسمعوا النصيحه ديت ويحاولوا يغرزوها في الاطفال، لعل الله سبحانه وتعالى يعني ايه تفخر بيهم في المستقبل ان شاء الله. جزاك الله خيرا. هو في حديث الحقيقه بأذكره دلوقتي بمناسبه كلام الاخت الست امينه، حديث سيدنا النبي يقول شوشنوا فان النعمه لا تدوم. فعلا لو كل اب او ام هذا الحديث قدام اولادهم، بحيث ان هم فعلا يحسوا ان هم يعني الرفاهيه الشديده او الجري وراء المستهلكات والحاجات اللي طبعا يمكن بينفق فيها اموال طائله، لو اتدربوا فعلا اولادنا والجيل الجميل اللي احنا الحمد لله ان شاء الله فيه الخير وفيه البركه، ان هم فعلا يبتدوا يحسوا بان المفروض الانسان اولا يرضى، لان في احيانا بيبقى موظف الاب والام ودخلهم محدود، لكن طلبات الحقيقه بتبقى بالنسبه للاولاد لو حسوا ان المفروض ان هم رفقا بالاباء ورفقا بذويهم واهليهم، ان هم حته الرضا والقناعه دي تتزرع فيهم، الحقيقه هيبقى مكسب كبير قوي. معانا دلوقتي الاستاذ حسن. اهلا بيك يا استاذ حسن. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا فندم. الله الحمد لله. رايك ايه الحقيقه، انت متزوج؟ انا متزوج الحمد لله. وعندك اولاد؟ وعندي اولاد الحمد لله. بتزرع فيهم كده برضو يعني كده الرضا والقناعه، ولا انت يعني بالتدليل بتنسى النعمه دي؟ هو التدليل شيء والرضا شيء. يعني هقول لحضرتك، انا اما الحمد لله اول ما تزوجت كانت الحمد لله ما شفتهاش سونار. انا قلت لها بالنسبه للدكتوره، قلت لها بصي حضرتك لو عاوزه تعرفي، قالت لا السونار لازم، قلت لها شوفي بس انا كده كده راضي هتجيبيه. احنا الحمد لله ربنا هيرزقني بولد راضي، هيرزقني بنت راضي الحمد لله. الله ربنا رزقني الاول بحبيبه وبعدين في البيبي الثاني، فقالت لي برضه، قلت لها برضه مش عاوز، اللي ربنا هيرزقني بيه انا راضي بيه. قالت لي مش عايز ولد، قلت لها يا ستي انا بقول لك اللي يرزقني بيه ربنا انا راضي بيه، والحمد لله ربنا رزقني بعلي. الله اكبر.
والله الحمد لله الحمد لله. فالرضا ده حاجه من عند ربنا، ربنا يعني يرزقك برهم ورضاهم ان شاء الله، يرزقهم برك ورضاك ان شاء الله. ربنا يكرم حضرتك يا رب. الله يخلي حضرتك، الله يكرمك. انا بس هو ده اللي كنت عاوز اقوله، يعني الناس فعلا كله يرضى، يعني ترضى بما قسم الله لك، يعني ما حدش يبص لحاجه غيره، ما هو ربنا كل واحد مقسم له رزقه. جميل جميل جميل، جزاك الله خيرا، وربنا ان شاء الله يعينك على حسن تربيه حبيبه وعلي ان شاء الله. معانا دلوقتي استاذنا الدكتور ربيع مرزوق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاجه، زي اخبار حضرتك؟ اهلا فضيله الشيخ، اتفضل يا فندم. اهلا بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قضيه الرضا هي قضيه حقيقه في غايه الاهميه، خصوصا لذلك النشء الذي يعني تربى وترعرع في وسط امور او لم يشهد لهم قدوه من الناس ترسخ لمبادئ الرضا او القناعه او غيره، وانما وجدنا هناك طرف في كثير من الاحيان يجعل كثير من ابنائنا واخواننا الشباب يتطلعون يعني لما عند الاخرين. الحقيقه ان قضيه الرضا هي قضيه كبيره، لأن الإنسان يجب أن يرضى أولا بالعقيدة والشريعة، ورضيت لكم الإسلام دينا، وأيضا يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له من رزق، ويكون الرضا هذا في كل الأحوال. ولكن يجب أن احنا نعلم أبناءنا لكي يعني يشعروا بقضية الرضا بأهميتها، ألا ينظروا إلى من هو أعلى منهم. تمام. عندما ينظر الانسان الى ما هو اعلى منه يبدا يتطلع ويتعب. تمام. وانما في قضايا الدين والاخره يتطلع لما هو اعلى منه، لمن هو اعلى منه، وفي قضايا الدنيا ومتاعها يعني ينظر لمن هو اقل منه، اكيد نفسيا سيكون اكثر راحه. الحقيقه احنا عايزين نفرق بين حاجتين يا حاجه. الشيء الاول الفرق بين الرضا والطموح، يعني مش عاوزين الواحد اللي هو يكون يرضى بوضع اللي هو فيه ويستسلم له لا، هو الرضا غير الخنوع طبعا، وغير لا الرضا طبعا، الرضا بالعكس، ده الرضا بيدي حافز. طالما الانسان راضي عن الله ربا فبيحس ان منهج ربنا السعي، السعي في الارض طبعا، وسعوا في مناكبها. تمام. فعاوزين نقول ان الرضا شيء والطموح شيء اخر. الطموح بيكون الانسان نفسيا وقلبيا مستريح فيطلع لما هو افضل له امام ربه. لذلك يجب حقيقة ان نركز على قضايا الرضا من ناحية. الشيء الثاني ان احنا ايضا نبص في المجتمع ككل عدم الطرف. احنا بنشوف احيانا وحضرتك من الذين يعملون في مجال المساعدات بقوة، بنشوف احيانا يا اما طرف شديد يا اما فقر مدقع. عايزين في نوع من انواع التوازن. وعاوز اقول كمان ان هذا لا يتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. يعني ده هذا شيء وذاك شيء اخر. الشيء اللي بعد كده من اجل ان يرضى ابنائنا، احنا عايزين نعلمهم كيف يكونوا منتجين. ايوه. ما نبقاش مستهلكين فقط، لما يشعر ان هو منتج ساعتها يعني حده التطلع وعدم الرضا هتخف الحده بتاعتها عنده. في الاخر نختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه ان الله سبحانه وتعالى قسم الارزاق. أيوة. وفي الاخر فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. تمام يا فندم، يعني فعلا بنذكر الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. الحقيقة يعني المجال كبير والمتسع الحقيقة للحديث عن هذا المقام وهذا الإحساس الجميل، نعمة الرضا. لكن بنؤكد أن الرضا لا يتنافى إطلاقا مع السعي في الأرض، ومع الأخذ بالأسباب، ومع العمل الجاد، ومع الإتقان في العمل،
لأن ده منهج ربنا الصحيح السليم. فإن شاء الله ربنا يلهمنا الرشد ويذكرنا دايما إن شاء الله بما ينفع ديننا ودنيانا إن شاء الله. نجتمع معاكم تاني إن شاء الله ونلتقي تاني مع الرسالة بتاعت هذه الحلقة إن شاء الله. رسالتنا في هذه الحلقة من سيدة سنها 45 سنة وهبها ربنا سبحانه وتعالى 4 بنات، لكن الحقيقة كان زوجها بيهددها طول الوقت لأنه كان بيتمنى أنه ينجب ولد. فالحمد لله ربنا من عليها بالولد، والحقيقة يعني هي بتقول ربنا سبحانه وتعالى عنها في حسن تربية أولادها جميعا. و هو الحقيقة المشكلة في زوجها انه بيعامل البنات معاملة سيئة وبيفضل الولد عليهم في كل صغيرة وكبيرة، وانه بينفق مال كثير على الصبي او على الولد، وبيقول ان كفاية ان هو بيعلم البنات في مدارس حكومية، وصمم على انه المصاريف حتى بالنسبة للبنات يبقى فيها يعني اكراه كده، وحاسس ان هو في عداوة زرعها داخل المنزل بين البنات على الطريقة اللي بيعاملهم بيها ومع ابنه الولد. فبتقول طبعا ازاي احافظ على بناتي واعرف ازاي اتصرف واخشى عليهم فهم في سن خطر من اي مكروه لا سمح الله، لان السبب مش عارفة ازاي انها تربي بناتها وابنها في هذا الرعب اللي هي عايشة فيه ليل ونهار. ازاي تتخلص بقى من مشاعر زوجها اللي بتحمل الكراهية للأولاد للبنات وكل اهتمامه وكل حبه منصب على الولد. هنقول طبعا ده يعني هنقول جهل بالدين، لأن ربنا سبحانه وتعالى ده حتى في القرآن يقول يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، يعني الأول قال الإناث قبل ما يقول الذكور، وان المفروض دي المشكله دي مشكله جاهليه اللي كانوا بيؤذوا البنات وكانوا لان جهل منهم. حتى العلم الحديث اثبت ان حته الولد والبنت دي نتاج من يعني من الرجل مش من الست. فالمفروض ان هو راجل مثقف وراجل عارف ان حته الذكور او الاناث دي الست ملهاش دعوه خالص بيها. وان هو المفروض يعني حد بس من اقاربه او من ذويه او من الناس اللي هو بيحبهم عشان فعلا يقول له ان يتقي الله في اولاده. وبالعكس ده سيدنا النبي في حديث بما معناه انه اللي يحسن تربيه 3 بنات ان ربنا سبحانه وتعالى ده يقودوه الى الجنه، فما باله ده عنده 4. حتى في بعض الناس قالوا طيب 2، قال 2، او بنت قالوا بنت بس يحسن تربيتها، فما باله بقى هو عنده 4 ابواب من ابواب الجنه اللي يسوقون إن شاء الله كده الرضا ربنا والجنة. فياريت حضرتك بحد من الأقارب بس يعني يلفت نظره ويحاول، والبنات كمان هم بود كده وبأنس كده يكلموه بالراحة ويتوددوا إليه ويشوفوا بالظبط يعني إيه الحكمة أو إيه اللي، مع أن هذا الفكر يمكن انقرض من عندنا دلوقتي، ما عادش فيه الكلام ده. يمكن كان في الجاهلية الكلام ده حتة البنات ووأد البنات لكن دلوقتي بالعكس ممكن تبقى بنت هي اللي بترفع اسم أبوها وهي اللي سبحان الله بتكون سبب في تكريم أبوها في حياته وبعد مماته. ويبقى دايما حتى الأب عاطفيا بيبقى البنت هي يعني مشدودة للأب، والولد بيبقى هو عاطفته تجاه الأم أكثر. فده فكر معكوس. لكن هقولك إيه، هقولك إن ربنا سبحانه وتعالى يعينك أولا، وحاولي تتوددي إليه باللين وبالرفق وبرضه بالدين، بحيث حد من رجال الدين يكون قريبين يفهموه ويعرفوه إن ده بيرتكب وزر كبير جدا في إنه بيفرق أولا بين أولاده، وإنه كمان
بيجور عليهم بالإساءة في المعاملة ليهم. فأولا بندعو لهذا الزوج إن شاء الله ربنا ينور بصيرته ويتقي الله في بناته. وما يدريه يعني أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فما حدش عارف بعد ما هيكبر وبعد ما هيعجز مين اللي هيبقى جنبه ومين اللي يخدمه ومين اللي سبحان الله يبقى هو مستريح له في ضعفه. فإحنا طبعا بنتوجه للأب أولا إن ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرته ويلهم الرشد، وبنتوجه للأم أيضا إنها تصبر وتحاول تفهم الأولاد إن ده يمكن مش متعمد من الأب ولا حاجة، وإن هم يحاولوا معلش يعني تحاول قدر المستطاع إنها تحاول في هذا البيت إنها توجد الأنس وتقول للابن نفسه بحيث ان هو يتودد مع اخواته البنات، وتبث فيه كده احساس المسؤوليه ان هو المفروض ان هو يرعى اخواته البنات وانه يحبهم وانه يعطف عليهم ويكلم ابوه اذا كان هو مسموع الكلمه عنده. فربنا ان شاء الله يجعل في بيوتنا جميعا يا رب كده الانس والخير والبركه ويجعل ايامنا كلها خير. احنا طبعا في هذه الايام اللي محتاجين فيها الى الله سبحانه وتعالى ان احنا نتوجه اليه بالدعاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أكرم من سئل يا الله يا عالم السر يا عالم السر وأخفى، نعوذ بك من عثرات اللسان ومن غدرات الزمان، ونسألك اللطف فيما قضيت، فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا نخشاك وكأننا نراك أبدا حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، وأعنا يا أرحم الراحمين يا أكرم من سئل، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا كريم يا حنان يا منان. يا رب أدم علينا نعمة الأمن والأمان في بلادنا، يا رب احفظنا، يا رب توكلنا عليك، توكلنا عليك وفوضنا أمرنا إليك، فاحفظنا بحفظك وسعدنا برضاك عنا يا رب. ارزقنا رضاك والجنة، ارزقنا رضاك والجنة يا أرحم الراحمين. ارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا. احفظنا واحفظ بلادنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وسعدنا برضاك عنا يا أكرم من سئل، لا حول ولا قوة إلا بك يا أكرم من سئل. اصلح نفوسنا يا رب، اللهم اصلح نفوسنا واجمعنا على البر والتقوى. اللهم اصلح نفوسنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزيننا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى يا أرحم الراحمين. ارحمنا رحمة من عندك، ارحمنا يا أكرم من سئل. أدم علينا يا رب رضوانك يا رب يا رب. ليس لنا ربا سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فندعوه يا رب. نسألك الأمن والأمان في بلادنا يا رب، وحد كلمتنا يا رب، ألف بين قلوبنا يا رب يا رب يا رب. ألطف بنا واعف عنا وعافنا، نسألك العفو والعافية، رضوانك يا أرحم الراحمين، رضاك بنا، رضاك عنا، رضاك عنا. نور بصيرتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نور بصيرتنا يا رب، وألب بين قلوبنا يا رب، ووحد كلمتنا يا رب يا رب. أعنا على كل ما يرضيك عنا، واصرف عنا كل ما يغضبك منا يا أكرم من سئل، إنك على كل شيء قدير. واختم لنا بخاتمة السعادة، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.